بسم الله. ربنا ابعد عنا الفجور وابعد عنا كل سيئة قد تحاسبنا في شأنها، فاعف عنا يا كريم يا رحمن يا رحيم. بعد يقول فذاقت، هي القرية دي أو القرى، فذاقت وبال أمرها، يعني جاءت العواقب بسانكسيون، جاءت العواقب لما سبق من فعلها أو قولها أو إيماءاتها أو تمتلها في كذبها على الله في رفضها لرسل الله الكرام عليهم السلام. يقول ربي فذاقت وبال أمرها، يعني أسوأ نتائج الرفض للرسول الكريم اللي ربي بعثوا لهم لعلهم يرجعوا أو البعض منهم، وهذا موجود في تاريخ الكرب خاصة. وبني عمهم الصهاينة، فاش بيه أخي مش متفقين باش كل مقدس يدنسوه؟ شكون الكربي اللي مش مدنس اليوم ويدعو إلى التدنيس بأموال حرام؟ أعطيني المثلية عنده، الزنا عنده، الكذب عنده، الغرور عنده، ماذا تبقى لكم إلا التوبة؟ إذا كان حبيتوا تصلحوا في الله يفرحوا برجوعكم إليه. فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسران، يعني خسران وصدير من بيرت avec un grand P، صدير votre fin sera comme scellé par une fin terrible saccageante terrifiante. والسلام علينا أهل الإسلام وأهل التوحيد بالتمام والكمال.